خويا 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 الاعصاب اعصاب اخويا شي ماشي هو هذاك. وتفرجنا في الماتش كانوا مزيانين ولكن اخويا شنو تبان لك اللي كان ناقص في اللعب اخويا؟ كذب عليك ما كلشي، ولكن اللي ما كانوش اللعابه دوك الجوج اللي ما دخلوش هما اللي كانوا كلشي. بيلانتي اخويا المعلم راه كيخسر، المعلم راه كيضيع البيلانتيات، ما عندنا ما نديرو. والدك راه تبارك الله تبارك الله مزيان ومدرب في المستوى وهادشي اللي كاين، ودابا فيا ما نقول والو انا على الاعصاب. من واحد الناحيه بزاف، وكنا كنتمناو اننا نمشيو في هاد المسيره ديالنا كيف ما كانت في كاس العالم، ولكن ما توفقناش لعده اسباب، منهم واحد السبب ان المدرب ديالنا دار اغلاط في التشكيله، وكنتمناو هادشي ما يتعاودش المره التاليه ان شاء الله، وكنتمناو المؤازره الحكيمه حيت ماشي بيديه داك الاغلاط اللي دار وداك البيلانتي اللي ضيع، وكنتمناو يكون ان شاء الله الخير في القادم العاجل. كاين فرق كبير حيت زياش لاعب اساسي وراك عارف كيتمحور في وسط الميدان وعنده دور كبير، عنده دور كبير فحال التمريرات لي باس بروفوندور، بحال بزاف ديال بانت بلاصتو بزاف صراحه، بانت بزاف. كنتمناو انه ما يتعاودوش يتكرروا هاد الاغلاط اللي طراو هاد الماتش هذا، وان شاء الله ان شاء الله راه عندنا بون ايكيبير هو خاصو يحاول يجمع الدراري مزيان باش يتوافقوا مع بعضياتهم وما يبقاوش يطراو فحال هاد الاغلاط الماتش هذا. تيدخل لاعبين مثلا فحال المزراوي عنده اصابه باقي ما تعافاش منها 100%، ولكن ما عندوش حل حيت لاعب بروفيسيونيل، فهمتي؟ لاعب بروفيسيونيل ماشي بحال لاعب البطوله، ماشي بحال لاعب ديال شي لاعب في الشرق الاوسط. المهم كاين فرق بزاف، وكنتمناو يكون الاحسن من هنا للقدام ان شاء الله. اللمسه الاخيره هادشي اللي نقص، الدراري راه ما مولفينش يلعبوا في هذا الجو، الرطوبه عاليه بزاف واللياقه البدنيه مازال ضعيفه، ومزراوي ما كانش عليه يدخلوا لحقاش مزراوي ما جاي في الفورما، فهمتيني؟ مازال خاصو بزاف باش يتاقلم، وعادي يتاقلم مع الجو ديال الكان. مزراوي ما كانش خاصو، كان خاص عطيه الله اللي كيعرف اللعب ديال افريقيا، اللي كيعرف اللعب ديال هذيك سان داونز، ديك اللعبه ديال سان داونز، عطيه الله هو اللي كان خاصو يدخل من الاول تيتولار. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى الدراري كان كينقصهم الطراوه البدنيه، وكان كينقصهم اللمسه الاخيره. بالنسبه للبيلانتي اللي ضيع حكيمي، ما شنقول لك، ما نقدروش نعاتبوه، ضيع البيلانتيات، راه اللعابه كبار وكيضيعوا بيلانتيات، ما عندك ما دير. الغالب الله كره هذه جانا الطرد في واحد الوقت غير مناسب، قطرعه خاويه. المهم كنتمناو الخير للعابه ديالنا، هما لعابه مازالين شباب ومازال القدام، ما خصهمش يتحبطوا وخاصهم يزيدوا لقدام. هذا ميساج ايجابي للعابه ديال المنتخب المغربي، ما نقدروا نقولوا لهم والو، غنبقاو نقولوا لهم ديما حنا فخورين بكم، وديما حنا موراكم، وديما غنبقاو نشجعوكم في السراء والضراء. هذا هو الجمهور المغربي، هكا خاصو يكون ديما مع المنتخب ديالو في السراء والضراء. خسرنا هو هذاك، ربحنا داك الشيء اللي بغينا، وكل شيء ديال الله، وكره ديال الله، وان شاء الله الخير امامي ان شاء الله.